تأمل معي أخي الكريم في حال اليهود والنصارى اليوم وما هم فيه من ضلال وإضلال، وكيف انحدروا من قمة الإيمان إلى قمة الكفر، ومن المسؤول عما وصلوا إليه؟ دعونا نعود بالزمان إلى الرعيل الأول. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أخذ الله عز وجل على أهل الكتاب من اليهود والنصارى عهد موثق ومؤكد بأمر جلل، أي يبينوا للناس ما في كتبهم من أحكام وأخبار وبشارات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وألا يكتموا ذاك الحق ولا يخفوه عن الأجيال اللاحقة. فماذا فعلوا؟ نبذوا العهد وطرحوا الكتب وراء ظهورهم باستهانة وعدم مبالاة وضيعوها ولم يعملوا بها. ولكن لماذا فعلوا ذلك؟ فعلوا ذلك من أجل المال والسلطة والرئاسة والشهرة وحب الدنيا، والدنيا كلها ثمن قليل فبئس ما يشترون، لأنهم اختاروا الدنيء والخسيس وتركوا العالي والنفيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ومن أقوال الإمام علي كرم الله وجهه: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. فالواجب على علماء المسلمين أن يبينوا الحق للناس وألا يكتموا منه شيئا. ونظر أبو هريرة رضي الله عنه إلى تلك الآية وقال: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. أخي الكريم، ليس أقل من نشر العلم النافع بكل الوسائل الممكنة ليسود العلم ويضمحل الجهل. جزاكم الله خيرا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.